مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من بعد إعلانهما للجمهور عن خبر عملهم على مسلسل جديد، ومن بعد إصدار أغنية شارة المسلسل بفيديو كليب من أداء عز زعرور، تم إصدار مبارحة الحلقة الأولى من المسلسل النفس الأخير من بطولة عز ونور على صفحة عز زعرور على إنستغرام، حيث لفت الجمهور أداء عز ونور المحترف في التمثيل وقصة المسلسل من حلقته الأولى. شو رأيكم بالمسلسل؟ اكتبوا رأيكم بخانة التعليقات. أصدر رضا الوهابي أغنية جديدة بعنوان يلا امبارحة، اللي حققت أكثر من 500,000 مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط من إصدار الفيديو كليب على قناة رضا على يوتيوب، وتعدى 1,000,000 مشاهدة في ساعات قليلة فقط. ألف مبروك لرضا على العمل الرهيب. فلاحظنا هجوم كتير كبير على رغدة بعد ما أصدر فيديو كليب أغنية رضا يلا، لأنها لم تتحدث عنه ولم تدعم الأغنية، حيث لاحظ الجمهور أنهم لم يشاركوا ستوريهات مع بعض أو لبعض من قبل فترة طويلة، فهل ممكن يكون بينهم خلاف؟ شو رأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. من بعد ترك إيمو مار لفريق نور مار وانضمامه لمجموعة جديدة واللي من بينهم نور وحنين، تفاجأ إيمو من تلقيه أنفولو من كل فريق نور مار بسبب فريقه الجديد واللي بيكونوا أعداء بالنسبة لنور. فاختار مدير فريق نور مار أخ نور مار الرد بستوري على إنستغرام. كيفكم يا جماعة؟ شرطكم بألف خير. طيب يا جماعة، اليوم نحكي موضوع كتير كتير مهم، أنه حتى الفانزات قالوا لنا نطلع نحكي بالموضوع وكذا. سبب شلنا الفولو عن إيمو هو مو سبب أنه إيمو سوى فريق أو كذا أو هيك، لا بالعكس، لو نحن ما بدنا يسوي فريق أو ما بدنا أو زعلنا أنه طلع من الفريق أو كذا أو ننضره، كان أول ما طلع من الفريق شلنا الفولو. بس المشكلة مو هو، المشكلة أنه دخل على معه الفريق إن كانوا كتير ضارين نور الدين اللي هو أخوي، ضارين نور أنه اللي هو أخوي، كتير حكوا على نور باليوتيوب، فنحن لازم يكون عنا موقف او ردة فعل من هالشي يعني. ورجع إيمو ورد عليهم بستوري ثاني. شو جام؟ سوس مي جام يا حباتي يا الباتي، في مشكلة صغيرة طارعوني من متابعة، لازم انا سكتت كتير مشان ما اضر حدا، بس لازم احكي. بستوري على انستغرام اعلى الجلال عمارة عن حادث السيارة اللي صار معه مؤخرا، ولكن لم يذكر تفاصيل الحادث ولم يتحدث أكثر عن الموضوع، وصرح أنه متواجد حاليا بتركيا. فذكرت قبل أيام سيدرا أنها مسافرة لبلد غير السويد، فهل معقول يكونوا انتقلوا لتركيا وتركوا السويد؟ وكان صرح لنا شيرو من قبل أنه في شغلات جديدة صارت معهم رح نعرفها قريبا. شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.